ما حدش عنده اي احساس بالمسؤوليه وربنا ياخدكم كلكم وكده. عارف ان مصالح الناس هتقف، ان في ناس تانية في البيت وان الحمام ده مش بتاعي لوحدي ومش معقوله الطريقه دي، وجبت لك فلوس القسط وناقصين 2000 جنيه وادي الجزمه البني. يا ريت بقى ما نتكلمش مع بعض خالص النهارده لحد ما تتعب بالليل. ممكن؟ مالك بحلق لي كده ليه؟ يعني بقول حاجه غريبه. خش على الحرام يا حرام. حرامي بيجري ولا مش حرامي؟ ولا مش حرامي بيجري مين الحرامي؟ تهرس الراجل بكره هيبقى كويس. ما خدتش ما خدتش ما شفتش ما شفتش ما خدتش ما خدتش ما شفتش ما شفتش اما خدتش ما خدتش الو ايوه مريم. ايوه يا احمد انت فين؟ بصطاد فيش. بتصطاد ايه؟ فيش؟ بصطاد فيش جمبري يعني. بتهزر وبتصطاد في النيل؟ قال يعني هصطاد سمك من الصحراء اكيد في النيل. احمد انت بتتكلم بجد؟ يعني انت خلاص ما لقيتش ايوه انا اللي تروح تصطاد فيه؟ اهو انا ناقص ملل. بقى يا دي القرف، الواحد يموت كل يوم ماشي انما العربيه تتكلبش كل يوم. الله رمضان 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 رمضان. عرفت يا باشا؟ ايه اللي عرفك؟ ده احنا شبه متربيين مع بعض يا راجل. فاضي رمضان؟ فاضي يا باشا. طب ما تدور على حاجه تسليك. فاضي يا باشا. ادريكسيوني 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 يا دبرياشي يا دبرياشي يا دبرياشي. اخويا رمضان اخويا برونز الليالي يا رمان الميزان. لا انت كنت تقول يا برونز، تقول يا برنس الليالي مش يا برونز. عمرك ما قلت يا برونز. يا برنس الليالي يا برنس الليالي يا رمان الميزان يا هفضي فين دار قلبي فينك من زمان. اقعد يا باشا اتفضل. الو انا مراجب. ايه دوع شهر في حضانه ليه؟ ان شاء الله عايزين الفلوس النهارده. لا اله الا الله. حاضر حاضر النهارده هعمل ورديه بالليل وربنا يسهل. يلا لا اله الا الله لا اله الا الله استغفر الله العظيم يا رب كل ظن عظيم. ايه يا رمضان في ايه؟ الواحد يا باشا من كتر الهم بقى مش مركز. واحد بيصحى الصبح يتكفى على الدركسيون بال 20 ساعه وريت مكفى قسط العربيه غير بقى ابني اتولد ابن سبعه ومرمى في الحضانه. مستعجل قوي على النزول. الساعه كام معاك يا رمضان؟ 5:30 يا باشا. 5:30؟ ايوه يا باشا. طيب اطلع على شغل بابا لو سمحت. نعم؟ اطلع على شغل بابا. فين شغل بابا ده يا باشا؟ وسط البلد. اطلع على وسط البلد. عند شغل بابا؟ ايوه يا سيدي. حاضر يا باشا. بس بسرعه والنبي لو سمحت. حاضر بسرعه. حاضر. الو. ايوه يا استاذ جلال. انت خدت فلوس تسويه معاشك من الخزنه؟ انا عارف انك مزنوق وعارف انها فلوسك اصلا، بس انت المفروض كنت هتصرف بعد يومين. اعمل ايه دلوقتي؟ حصل جرد مفاجئ وللاسف اللجنه ما قدرتش زنقتك دي، فحولوك للتحقيق. الو الو استاذ جلال. الو رد عليا استاذ جلال. الو. وبعدين يا معلم بعدين ابويا ما طلعش حرامي، سيب لي كبير ويعيش مع واحده مدمنه زي ماما. فجاز ماسك عليه زله وعولها. انا لازم امنعهم لازم. يا رب اموت بدري بقى النهارده انا تعبان قوي. الو. ايوه اؤمر يا فندم. ممكن اكلم البوليس لو سمحت؟ ايوه احنا البوليس. اؤمر. مين معايا من البوليس حضرتك؟ احنا البوليس نفسه يا سيدي. طب لو سمحت انا كنت عايز ابلغ عن واحد. وما جيتش تبلغ ليه انت بنفسك؟ هو انتوا ما عندكوش دليفري؟ نعم. يعني اقصد مش ممكن ابلغ عادي بالتليفون عادي زي عادي يعني بالتليفون؟ واسمه ايه وتهمته ايه اللي انت عايز تبلغ عنه ده؟ اسمه الطرشاويلي. وبيتاجر في المخدرات. بيتاجر في المخدرات والبرشام والترادول والبرادول والمورفين والابانول وكل الابانول والحاجات اللي هي كلها. ايوه عنوانه ايه؟ وعنوانه 50 شارع القلعه. طب وبياناتك انت ايه؟
انا اسمي منير ابراهيم عفيفي. ورقمك ده اللي ظاهر عندي؟ ايوه مظبوط، هو اللي طالع عندك على الشاشه ده، هو ده منير ابراهيم عفيفي. شكرا. حسن تمام حبيبي؟ تمام يا منير، ميرسي، ربنا يخليك. كلمتهم خلاص وهرجعوا لي الخط. معرفش هيقطعوا لي حاجه، ده يوم يقطعوه في يوم فرح يقطعوا الخط. مش عارفين يا كوكو، مش عارفين. انت عامل ايه؟ صحيح انت قول لي، جدك اسمه عفيفي؟ منير ابراهيم عفيفي. منير ابراهيم عفيفي. تمام تمام. طب خلاص بقول لك ايه، ما تاخرش بالليل. النهارده يا كوكو الفرح يا كوكو. زمان البوليس جاي وهيعمل معاك الصح يا معلم، عشان تبقى تذكر لماما. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ ده مش معادي. يا نهار اسود، اركبوها اركبوها قدام، بلاش ورا كده مع العيال دي. بقيتي سوابق يا مامي، يا فضحتك. انا بريء والله، بريء والله العظيم بريء. انا ما طب حد من العيال ديت دول؟ لا انا برضو انا اعرف حد من عند الترشاويلي. يلا حبيبي اطلع من هنا. حاضر حاضر. ليه مشغول؟ بتكلموا مين؟ مشغول؟ التليفون واقف في الحمام، ده بابا تعبان، ده بابا واقف في الارض. بابا قوم معايا، قوم معايا. اطلب للدكتور يا دكتور، متنيل في الغردقه. طب هات لي ليه؟ عارف طلبك، عارف طلبك. ميه وسكر. حاضر، والدواء من جوه. تعال تاخد حبايه كمان. مش ده الدواء اللي انت بتحبه؟ الحمد لله الحمد لله. امال امك فين؟ في الاسم. واختك؟ اكيد بتقعد مع كريم. انت قلت امك فين؟ في الاسم. ليه؟ اتمسكت مخدرات. مخدرات؟ مخدرات. ايه مش عارف يا بابا، اتمسكت مخدرات. كانت بتنجس من عند الترشاويلي، بيدوروا على شريكها في الجريمه دلوقتي. واضح انها جت مع المتهمين غلط. انصحكم ان كنتوا تودوها مستشفى. للاسف ده كانسر. حالتها ايه دلوقتي يا دكتور؟ الحمد لله، المرض يعتبر لسه في اوله. طب وهتفوق من الاغماء اللي هي فيه ده امتى؟ ده مش اغماء، انا اديتها حقنه مورفين مسكنه. واضح انها كانت بتستعمل مسكنات، وظاهر ما خدتش النهارده المسكن، فعشان كده ما استحملتش الالم. انا فعلا ما اديتهاش الحقنه النهارده.